تفاجأ ياسر بارتفاع وزنه بشكل سريع في الآونة الأخيرة بعد أن كان رياضياً رشيقاً، إذ ازداد وزنه خلال شهرين أكثر من 10 كيلوغرامات. قرر على إثرها مراجعة طبيبة التغذية في مدينته ليعرف السبب. أنا كان وزني كلش حلو وطبيعي يعني، بس فترة تركت وماكو يعني زوجت وهاي تعرف زاد وزني يعني بصورة غير يعني ما أعرف رأسا صعد وزني، فقررت أراجع طبيب أشوف شنو سبب الحالة هاي. كان الأطباء سابقا يعتمدون مؤشر كتلة الجسم أو ما يعرف BMI كمقياس للسمنة من خلال حساب الوزن والطول، إلا أنهم في الآونة الأخيرة اعتمدوا طرقا حديثة للأخذ بنظر الاعتبار مكونات الكتلة الجسمية المختلفة. وإحنا ممكن يكون BMI عالي، يعني مؤشر كتلة الجسم يقرأ عالي، بس بالحقيقة الزيادة ما المؤشر كتلة الجسم هي نتيجة لزيادة العضل مو الكتلة الدهنية. مثلا الرياضيين دائما تقرأ أوزانهم عالية ومؤشر كتلتهم الجسم كلش عالي يعتبر، بس بالحقيقة من تفحصهم بالجهاز الصحيح اللي هو الانبادي تيست وتحلل هاي الزيادة شنو، راح تلقى أغلب هذه الزيادة هي عضل وليس دهون، وبالتالي إنه زيادتهم زيادة صحية. أطباء أخصائيون حذروا من انتشار السمنة بشكل كبير في الدول العربية، مصنفين السمنة كحالة مرضية، وطرحوا طرقا حديثة لقياس السمنة حدثنا عنها أحدهم. كتلة الشحمية نقيسها بدرجتين، إما بهذا القياس اللي هو الكليب Skin Fold Thickness، هذا طبعا نقيس بالكتلة الشحمية، نقيس طبعا هنا 4 مناطق عندنا القياس، منطقة خلف هاي العضلة الثلاثية، منطقة على العضلة الثنائية تحت السرة، وخلف خلف عظم الترقوة. الشغلات الأدق والمهمة اللي نعتمدها احنا كطباء اختصاص دقيق تغذية سريرية هو جهاز فحص مكونات الجسم الانبادي. بالانبادي راح نقيس وزن الجسم، راح نقيس طول الجسم، نقيس الكتلة مالت الجسم، نسبة الشحوم، كتلة العضلية، كتلة العضلية الصافية، الوزن الصافي، كتلة المياه، وبالتالي معدل الأيض. كل هذه المعايير خليها في بالنا حتى نشوف هذا الشخص شنو المشكلة اللي عنده فيما يخص زيادة الوزن أو نقصان الوزن بالاعتماد على هذه المعايير، وبالتالي نحن نعطي النظام الغذائي والعلاج اللازم كله حسب حالته. واعتبر الأطباء المختصون أن إهمال الناس لأجسامهم وعدم مراقبة وزنهم وعدم اهتمامهم بنوع الأطعمة التي يتناولونها تعد مشكلة كبيرة يعاني منها العالم بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص، وهي بحاجة إلى حملات توعية كبيرة. الأكل المعلب والأطعمة الصناعية المستوردة وتحسن الحالة المادية وقلة المشي والرياضة وإهمال الحالة الصحية أسباب رئيسية يراها الأطباء لزيادة معدلات السمنة في البلدان العربية. عيسى العطواني، الحرة، بابل. إذن ما هو مفهوم مؤشر كتلة الجسم BMI وكيف يشرحه مايو كلينيك؟ غالبا ما يستخدم مؤشر كتلة الجسم لتشخيص السمنة، ولحساب مؤشر كتلة الجسم يقسم الوزن بالكيلوغرام على الطول بالمتر مضروبا في نفسه. وقد يكون الآسيويون الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 23 أو أعلى أو أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية. إذا أن مؤشر كتلة الجسم لمعظم الأشخاص يقدم تقديرا معقولا لنسبة الدهون في أجسامهم، لكنه لا يقيس نسبة الدهون بشكل دقيق. لذلك يجب أن يكون مؤشر كتلة جسم بعض الأشخاص كالرياضيين أصحاب الكتلة العضلية الكبيرة ضمن فئة السمنة حتى ولو لم يكن لديهم دهونا زائدة. يعني هذا تفسير البي ام اي وكيفية حتى حساب هذا المؤشر بشكل عام. هنمشي الآن للشارع العربي ونستطلع آراء المواطنين حول العادات الغذائية اللي تتسبب لهم في زيادة الوزن، وما إذا كانوا يراقبون هذه الزيادة بشكل صحيح لتجنب البدانة. نتابع. هسه شبابنا نروح للقصال اللحم، ما يعرف مصدره منين، ما يعرف شو منين، وهو سبب رئيسي للأمراض. يعني جاي السمنة، هاي السمنة عنده الدهونيات الزايدة، الشوفة جاي ياكل زايد،
كل هذا سبب رئيسي للأمراض. بخصوص البي ام اي تشخيص نسبة الدهون في الجسم، يعني على الجميع أن يذهب إلى تشيك نفسه من لمعرفة نسبة الدهون في الجسم. الكثير من الرجال يعانون من هذه السمنة أو البدانة، والتي تأتي أسباب ومسببات لهذا الموضوع، منها الوراثة، ومنها الإفراط في الأكل وأمراض أخرى تسبب جسم الإنسان أجسام تتقبل السمنة والدهون. قبل الأكل أغلبيته طبيعي، تمور، ألبان طبيعية، حركة كانت متوفرة قبل قوية للإنسان، يعني العمل مستمر. حاليا ما كعمل، أغلبها مستقرة، وأكل الأفراط بالأكل، هاي أسباب السمنة. يجب على الشخص أن يكون هنالك باستمرار، أن يكون هنالك مراقب لعملية الجسم، مراقب لعملية الطول والجسم والمؤشر الكتلة، حتى بالتالي يعرف هل هنالك زيادة في السمنة أو غير ذلك. قبل يعني أكو ناس يعني حركة شغل وعمل، يعني أغلبها الناس أهل بساتين وهذه، ومثل هسه يعني أغلبها الناس قاعدة ماكو شغل ولا هذا، كان يحرق إذا صار عنده دهون يحرق بالجسم.